بنرحب بحضراتكم مرة تانية. لسه البيت الكبير مستمر. فقرتنا الحوارية التانية معانا فيها واحد من نجوم الكبار، والحقيقة زي ما كنا بنتكلم قبل أو في الانترو يعني عن أنه خلاص يعني الأهلي خسر النهاردة 0-1 لفريق سامبا التنزاني. صحيح المباراة كانت صعبة، كانت في أجواء كلها صعوبة وفيها شحن وحشد جماهيري رهيب، ولكن كل ده ما يمنعش ان احنا بنواجه انفسنا. والحقيقه ان احنا دايما بنقول ان البطل لازم يركز ولازم خلاص يعني بيفوق ربادره النافعه. ممكن اللي بيحصل ده يكون بدايه جديده علشان الاهلي يكمل مشواره في دوري ابطال افريقيا. ما هي السيناريوهات المتوقعة للأهلي في مجموعته؟ الأهلي المفروض إيه اللي يتعلمه النهاردة من هذا الدرس المستفاد بعد ما الماتش ما انتهى؟ هيكلمنا في ده المدرب الكبير، مدرب حراس المرمى طبعا، كابتن القدير طارق سليمان. أهلا بيك يا كابتن. أهلا بيك يا أستاذ. نورنا. الله يكرمك، تحياتي لحضرتك طبعا. أهلا بيك. كابتن هاني. كابتن طارق. منورنا. أهلا بيك في البيت الكبير. سعيد ان انا موجود معاكم طبعا وفي بيتي وفي قناه النادي الاهلي. حبيب. دايما حبيب. يعني ببقى جاي سعيد وانا جاي قناه النادي الاهلي. الله يخليك يا كابتن. احنا دايما سعداء يعني. طبعا منورنا كابتن. وهاخد من اخر طبعا اخر حاجه طبعا مباراه النادي الاهلي، وانا خدتها في جزئيه تانية خالص. خدتها في جزئيه ان ساعات في مشوار اللعيب او مشوار الفريق بيبقى في مباراه تفوق، في مباراه لو انت ماشي في سكه وفاكر ان الامور بقت سهله من مجرد ان انت حصلت على بطوله وماشي بشكل اكتر من رائع حتى على المستوى البطولات العالميه، بيبقى في حاجه كده لازم تفوقك شويه. انت شايف بجانب الشكل الفني ممكن نتكلم عليه شويه، لكن شايف نتيجه مباراه النادي الاهلي النهارده ازاي؟ طيب في البدايه طبعا اي بطوله يا كابتن هاني، وانا شفت الكلام ده يعني في الفتره كنت موجود فيها فتره كبيره، اي بطوله لازم فيها بتعدي بمراحل صعبه دايما. مفيش بطوله ابدا من اولها لاخرها كده تبقى كلها سهله، مستحيل. يا بتبقى البطوله المرحله الصعبه دي في بدايتها، يا اما في تبقى في الوسط، يا اما بتيجي في الاخر شويه. انما لازم يبقى في مرحله صعبه بتعدي بيها لازم، وهي بقى بتبان بقى يعني دايما معدن لعيبه النادي الاهلي، ويعني دايما متعودين ان احنا دايما في المواقف الصعبه دي بيبان الايه قدرات اللعيبه والجهاز الفني، بيبقى فيه اللمه وبيبقى فيه كل حاجه يعني بتتلاقي بنعدي منها. فاحنا دلوقتي في ظروف يعني مش هقول ظروف صعبه، ولكن ايه مرحله انت عندك مباراه خسرتها، المجموعه طبعا انت عارف بتلعب 6 مباريات، عندك لسه 2، عندك مباراتين على ملعبك، عندك لسه ان شاء الله جاي لك فيتا كلوب، وعندك كمان سيمبا جاي لك تاني. فدول ماتشين ب6 بونت. يعني الحسابات بتبقى كده، لما باجي انا احسب الماتشات دي بحسبها كده. انا عندك 6 مباراة على ملعبي 3 بونت، وعندي لسه ماتشين كمان على ملعبي، يعني ممكن ان شاء الله باذن الله يبقى احنا رصيدنا بيتعدي بيتكلم في 9 بونت ان شاء الله بالمكسبين اللي هيبقوا على ملعبك. بتدور بقى على انت لازم تكسب مباراه بره مهمه جدا عشان توصل 12 بونت، لان احنا ممكن توصل ب9 وممكن توصل اول كمان، بس لسه الحسابات دي لسه شويه. الحسابات مختلفه شويه، وخاصه النهارده كمان فيتا كلوب كسب المريخ. كسب كسب. فطبعا سيمبا بقى 6، انت ممكن ان شاء الله يعني ان شاء الله باذن الله ما فيش صعوبه قوي. انما لو اتكلمنا على مباراه النهارده، انا شايف ان الاهلي زي ما كنت بكلم على الاستاذ سهام قبل الهوا، في بعض يعني مثلا ايه موضوع الجمهور، احنا فتره كبيره جدا جدا الاهلي ما بيلعبش في وسط جماهير كتير كده، غير بس الفتره الاخيره اللي هي بتاعت كاس العالم للانديه. الجو حر، وانا عارف يعني ايه الجو حر حضرتك طبعا، يعني رطوبه كمان، رطوبه عاليه قوي في تنزانيا، رطوبه عاليه جدا. فكانت قبل المباراه بيوم او بيومين كانت بتوصل 60 و70%. انا كنت متابع يعني. ايوه. فالرطوبه هناك بتبقى عاليه قوي يا كابتن هاني. الملعب حلو طبعا مفيش كلام، الارضيه حلوه جدا، وملعب استاد كبير واستاد حلو يعني. انما في النهايه هي مباراة وانتهت، لازم نفكر في اللي جاي، اللي جاي ده مهم جدا بالنسبة لنا يعني. فإن شاء الله بإذن الله مش أنا متأكد إن الأهلي هيطلع أول مجموعة إن شاء الله بإذن الله. إنما لو كلمنا بقى على تفاصيل المباراة يعني ممكن يبقى فيها، ما كنتش حاسس إن الرغبة موجودة قوي النهاردة، كان الأهلي حتى ما جينا فينا جون في الشوط الثاني برضو إيه تحس إن هم عندهم استحواذ شوية في نص الملعب، كان الاستحواذ بتاعهم أكتر شوية. احنا يمكن في الاخر كان في قرصه شويه في الاخر يا كابتن هاني، 10 دقايق اعتقد كانت القرصه دي فترات الاهلي يعني. والقرصه دي يعني في فرصه ضاعت لمحمد شريف اللي جون طلعها بشكل كويس قوي قوي. وبعدها لما الجون وقع ضايع حوالي 2 3 دقايق، وفي الاخر الجون الحكم بيحسب 40 ثانيه وقت يعني بعد ال4 دقايق، حسب فعلا يعني 40 ثانيه. الاربع دقايق ما تلعبوش. صحيح. الاربع دقايق تلعب منهم دقيقه واحده بس، وبعدين الجون وقع خد له حوالي 2 2.5 دقايق. فطبيعي انت بقى دايما، ما هو هنا بيبان يا كابتن يعني نيه الحكم. الحكم لو فير الطبيعي ان يديك بقى وقتك اللي الجون ضيعه، ده جون فضل قاعد حوالي 2 3 دقايق يعني.
فالطبيعي ان حسب 40 ثانيه بس. صحيح. فعشان كده كان في نرفزه شويه، وكان في يعني ايه اللعيبه يعني زعلانه. السيد راح والشناوي راح. حاسه ان احنا كنا ممكن قريبين. القرصه دي كانت قريبه قوي. مظبوط. القرصه دي كانت المفروض تبقى من بدري شويه. صحيح. هي دي النقطه اللي انا ايه كان يعني ايه كان لازم القرصه دي بدل ما انا استنى عايز الدقيقتين او الثلاث دقائق اللي الحكم هيديهم لي، لا كان ممكن يبقى في وقت بدري شويه كانت القرصه دي تبقى موجوده، كنا ممكن نكسب او نتعادل على الاقل يعني. كابتن طارق، احنا دايما نقول انه خلاص يعني ماتش وعدى، البطل وصاحب المركز الاول دايما بيبص لقدام ما بيفكرش في اللي فات. بس انا شفت لما كنا في الانترو كان في لقطات للعيبه وهي في المطار، وطبعا يعني عشان يطيروا النهارده ويوصلوا باذن الله بالسلامه كان التاثر باين عليهم، يعني طبيعي جدا جدا يعني. التاثر ده بقى ممكن يعني ياثر عليهم معنويا، ممكن الخساره ديت تفضل ممتدة معاهم فتأثر كمان على مشوارهم اللي جاي اللي احنا بنقول أكثر صعوبة من اللي فات؟ بتهيألك يا أستاذة سيام ما حصلش قبل كده إن الأهلي يعني دايما الخسارة ما بتجيبش خسارة وما بنقعدش كتير يعني، لا دايما الأهلي لما بيخسر مباراة بتلاقي المباراة اللي بيرجع بسرعة. وده عادة النادي الأهلي على فكرة على مر الأجيال. صحيح. مستحيل الأهلي يعني يطول قوي في إن يبقى عنده أداء مش كويس أو خسارة مباراة أو اتنين، ما بيحصلش الكلام ده. ده تأثر اللعبة دي معناها ده بيبقى طاقة إيجابية مش طاقة سلبية خالص. طاقة إيجابية للي جاي. فأكيد أكيد الكلام ده يعني بيتقال من الجهاز الفني وبيتقال من المسؤولين. هي الصورة كنت بتكلم عليها كابتن طارق. يعني أنا شايفة يعني طبيعي طبيعي. لا لا بتبقى زعلانة. خد بالك بقالنا الأهلي بقاله فترة ما خسرش. بيتهيألي تقريبا دي أول خسارة مع موسيماني. أيوه. يعني دي أول خسارة مع موسيماني. تاني بعد بايرن. انا البايرن ما بحطوش في على اساس بره الحسبه شويه. فانما طبعا تاني خساره لو يعني بطوله رسميه برضو كاس العالم. طبعا فاول خساره يعني دوري عام وافريقيا تقريبا دي اول خساره لموسيماني مع الاهلي. والاهلي بقاله فتره كبيره يا كابتن هاني ما خسرش في افريقيا. اعتقد بقالنا 13 مباراه اكتر يعني بيتهيألي 17 مباراه في دوري الابطال بدون هزيمه. فعشان كده كان ده التاثر جاي من الحته دي ان الاهلي بقاله فتره. والنهارده برضو يعني احساس ان الاهلي زعلان قوي لانه ما كانش يخسر. يعني الاجواء شويه ممكن تبقى موضوع الجو ده هو ده العنصر مهم قوي. وده احنا يعني انا لان انا كنت قريب احنا برضو السنه اللي قبل اللي فاتت احنا خسرنا هناك 1-0 برضه من سيم. فعايز اقول ان الاجواء هناك بتبقى صعبه، مش اجواء الجمهور ده ما فيش مشكله قوي لان الجمهور هناك طيب قوي يعني الناس هناك مسالمه وناس طيبه مش شرس يعني مفيش لا بالعكس. انما هي المشكله كلها في الرطوبه زي ما كابتن هاني قال، الرطوبه عاليه قوي يا استاذ سام. فالرطوبه دي بتاثر على اللعيبه بشكل كبير جدا. حتى اداء اللعيبه النهارده لما بنتكلم مفيش القرصه قوي او مفيش الحته دي ممكن دي تبقى بسبب الرطوبه. حتى هم رفضوا ان الماتش يتاجل ويتلعب متاخر ساعتين عشان برضو عارفين ان النادي الاهلي يستغلوا نقطه عايزين يستغلوا دي في صالحهم يعني. طبعا باين قوي ان الرطوبه النهارده كانت مأثره على اداء لعيبه النادي الاهلي في الملعب يعني. الرطوبه بس يعني من وجهه نظر انا شايف انا عشت في الاجواء دي اكتر من 4-5 ماتشات هناك في نفس الاجواء دي كده. ما بنقدرش، الرطوبه صعبه جدا، تتكلم في 60% و70% حضرتك يعني. انا عارفه. وكان شريف شعبان كمان زميلنا برضو في تنزانيا كان بيتابع الموضوع، يعني عايز يقول لك الرطوبه يعني الجو كان صعب. وصعب دي كانت كلمه قليله، هو ما قالش كده بس فيما معناه. الحر هناك مش مشكله قوي. لا انا برضو عندي كده انا استحمل الحر. ما استحملش الرطوبه. عاليه جدا. بتأثر كمان على التنفس والجهاز التنفسي. هو كمان بتأثر على يعني خلينا نتكلم بكل امانه وتاني بكرر ده مش شماعه يعني. طبعا. دايما بنقول دايما احنا بنقول ما فيش حاجه انزل انت المفروض النادي تحت اي اجواء، لكن في عوامل بتبقى صعبه على اللعيبه دي حتى بانت في عمليه انك بتبني الهجمه في بطء شويه في الاداء. يعني البطء ده نتيجه الخمول شويه لانه بيسبب خمول، فانت الرياكشن بتاعك مش سريع مش خفيف في الملعب بلغه الكوره يعني. فده اثر حتى الناس بتتكلم على البطء. البطء جاي من الرطوبه بشكل خاص يعني. مظبوط معاك 100%. طيب اسوأ ما في مباراه اليوم اكيد الهدف. والهدف الحقيقه زي ما قلنا يمكن جيب من تصويبه بعيده المدى من بره منطقه الجزاء، بالرغم من ان انت عندك يعني ثلاثي بيلعب على الدايره. كلمني عن ده وكلمني عن اختياره للعيبه ديت اللي لعبت في وسط الملعب على ديانج. بتكلم على فتحي واكرم توفيق. والله هو كان له وجهه نظر انا ان هو عايز ممكن يكون هو اكرم لعبت ناحيه اليمين
عشان برضو يبقى فيه هاني مع هاني شويه، مع هاني شويه يبقى فيه جبهه ناحيه اليمين، وهاني لما بيتقدم ويبقى يعمل ناحيه هجوميه يبقى اكرم برضو بيأمنه شويه في الحته دي، اشتغل فيها مباراه بالميراس تفتكر نفس كده. ايوه نفس تمام بالزبط. نفس الشكل، نفس الشكل اللعب النهارده. وفي نفس الناحيه الثانيه برضو كان حمدي فتحي بيلعب ناحيه الشمال برضو، فيبقى برضو بيأمن محمود وحيد لما محمود بيلعب ناحيه هجوميه، وديانج بيلعب بقى في على الدايره. وطبعا انت عارف ديانج بقى بيبقى موجوده اكتر شويه في الناحيه الدفاعيه وبيكمل كمان، ما عندوش مشكله. بالتالي هو الوحيد اللي ممكن ما يبقاش عنده مشكله في الاجواء دي، انا متعود عليها اعتقد يعني. فالشكل ده هو كان عايز يلعب بيه، ان يبقى يأمن شويه في الجو الحر ده، يبقى برضو الثلاثه الديفندرات دول برضو ايه يبقوا ستاره قدام وفرقه. احنا بنلعب فرقه كبيره على فكره، فرقه كويسه، فرقه كويسه طبعا. عشان بس نبقى بنتكلم برضو نديها حقها، الفرقه دي لعبت كره النهارده ولعب يعني نقلت كتير، وعندهم عناصر، عندهم الراجل اللي جاب الجول ده اللي هو الاشول ده لعب كويس قوي، خط الضهر بتاعهم كويس جدا، حارس المرمى برده كويس. فاللعيبه كلها كانت بتلعب النهارده من سيمبا، لا فرقه كويسه، فرقه بتلعب كوره، بتلعب كوره ما بتطفش يعني، حتى بتحضر كويس، بتنقل في نص الملعب لحد الاخر الفرقه بتمسك كوره في نص الملعب وبتنقل كتير على الاهلي في نص الملعب. وزي ما النقل الكتير ده وانت ما بتقدرش تقطع الكوره، ده معناها ان انت برده الكابتن النقطه اللي قالها كابتن انها في خمول شويه في اللعيبه، اللعيبه مش قادره تجاريهم في حته الجري الكتير ده لان هم متعودين على الاجواء دي. بس ده اختلف في اخر الماتش يا كابتن، في اخر دقيقتين ثلاثه يا استاذه سهام، الاهلي في اخر دقيقتين ثلاثه حس بقى بالخطر خلاص، ان الاهلي يطلع خسران، اللعبه هتطلع خسران الماتش. فعشان كده كان في فرصه مهمه قوي لمحمد شريف اللي جون طلعها، وبعدها كمان بقى كان الاهلي يعني اعتقد يا كابتن طارق كمان يعني خلينا نتكلم، حتى التغييرات ممكن تكون متاخره شويه، لكن احنا شفنا تغيير، خاصه تغيير ايمن اشرف فرقت بسرعه جدا، جداً. ايمن دخل عمل 3 كروس مش بالزبط. تقليلا من محمود وحيد، لكن كنا بالظبط فريش ولسه النفس فيه موجود وعمل طبعا. كورتين بشكل اكتر من رائع، وبدانا نخش ال 18، وده اللي يمكن ضايق شويه لعيبه النادي الاهلي ان الحكم صفر بدري شويه، لان حسينا ان احنا بدانا نخلق فرص على الاقل يعني. بص انا اول ما الجول وقع انا عرفت ان الجول هياخد له دقيقتين ثلاثه، انا قاعد بتفرج على المباراه وعارف ان الجول هيضيع دقيقتين. ساعات بتيجي مدرب الحراس بيقول كده يعني، لا انا متاكد ان هم قالوا له بره اوعى يعني، لان بص في خطوره يعني، الاهلي خلاص بعد الفرصه اللي ضاعت بتاع محمد شريف جون يعني بعدها قعد، وبرده الحكم هنا برده انت بتدي 4 دقائق. ما دي من الحاجات الغريبه يا كابتن، اللي انا دايما بشكك في الحكام، ما بقاش الحكم لو فير وحكم النيه بتاعته كويسه، ان الجون انت اديت 4 دقائق، الجون وقع دقيقتين ثلاثه، طب ما تيجي بقى تكمل تستكمل بتقعد ب 40 ثانيه. طب انت ليه ما بتحرمني ان انا ممكن اتعادل؟ يعني ليه؟ انا مش فاهمها يعني بتبص الساعه، ما انا ظابط الساعه شايف الساعه يعني 40 ثانيه بالظبط وام صفر، طب الجون خد له دقيقتين ثلاثه وفي الوقت الضايع. فهنا الجون قال لك خلاص انا ضايع 3 دقائق دول والحكم يعني، هنا يبقى النية يبقى دايما انا بتدخل انا جوايا ان الحكم ده يعني في حاجه وحصلت كتير. انا شفتها كتير جدا من الحكم ده بالذات في الترجي وفي اماكن كتير كنا بنروحها. بس في الوقت اللي ممكن يرد عليك كابتن طارق قاعد دلوقتي بيسمعك يقول لك يعني هي فرقت يعني الدقيقتين الثلاثه دي يعني كانوا يعملوا يعني كانت هتفرق يعني طبعا. معاهم يعني لا تفرق بس مع الاهلي بتفرق، حضرتك ترد مع الاهلي بتفرق، مع الاهلي بتفرق طبعا ما احنا الاهلي خد بطولات في الوقت ده كتير، وكره محمد شريف كانت ممكن تدخل. فحته بقى تقول لي اصل ما انا عشان كده انا قلت في البدايه برضه حضرتك، انا قلت في البدايه الارصه دي كانت عايزه تبقى بدري شويه عشان ما استناش الدقيقتين ثلاثه اللي الحكم ممكن زي ما حصل في نهائي افريقيا مع الوداد، ما الحكم حسب 3 4 دقائق ما حسبهمش قبل الوقت ما يخلص صفر، ده حتى بقى قبل الوقت ما يخلص اللي هو من الوقت اللي هو مديه صفر قبليه. فيعني التحكيم ده ما بنخلصش منه ابدا في بالذات الحكام في افريقيا يعني. ما طب تعالى مع حضرتك نقيم يعني على مستوى الهدف، ما اعتقدش الشناوي كان يقدر يعمل افضل مما كان يعني، تشرح لنا برضو الهدف وشايفه ازاي يعني. انا من وجهه نظري كان لازم يبقى الضغط اعلى من شويه، لازم يكون في يعني حمايه حتى للشناوي من تسديده، وطلعت بشكل اكتر من رائع يعني. تقييمك للشناوي في المباراه دي؟ الشناوي في المباراه في ممكن المباراه عمل مباراه كويسه قوي يعني في اول مباراه خالص، في اول 10 دقائق تقريبا ربع ساعه شايل كره مهمه جدا في اول مباراه، الراجل سندها فطولت شويه راح اتعامل معاها ومسكها كويس قوي، وواحده برده ناحيه الثانيه ناحيه الشمال ناحيه الجو 18 بس من ناحيه الشمال ناحيه محمود وحيد، كورتين مهمين جدا للشناوي بقى توقيت فيهم رائع يعني. الناس بتفتكر ان الكره دي لا مش سهله، لو في تاخير شويه الراجل ممكن يحطها من فوقيه او ممكن الشناوي يعمل ضربه جزاء، فتعامل مع الكورتين دول كويس قوي. لو اتكلمنا على الهدف هو الطبيعي ان الراجل طالما على 18 وهيشوط يا كابتن هاني لازم يبقى في ضغط على في بلوك طبعا لازم يبقى في بلوك، والبلوك يبقى قريب جدا من الكوره. البلوك لما المهاجم المدافع بيقرب من الراجل وهو بيشوط، خد بالك هو بيقفل زاويه للحارس الى حد كبير جدا، بيقرب بيسهل قوي على الحارس. انما لما يبقى بعيد شويه عن الكوره
بيبقى بالنسبه له الزاويتين ممكن يعني شو يعني هو طبعا هو شايط طبعا يعني هو مش راكب، انما برضو انت لما بتقرب من الراجل بتسهل عليا بتضيق زاويه زاويه الرؤيه وزاويه الكره نفسها، يعني حتى لو لمست رجله كان هتطلع. بتدي كمان فرصه ان خد بالك يا الشناوي، انا متاكد ان الشناوي في كسر من الثانيه ما شافش فيها الكوره، كسر من الثانيه عشان هي كره صعبه صعبه جدا صعبة. الراجل شات من طبعًا. تقريبا من على القوس بالظبط، والكره هو طبعا يعني الراجل حطها له فبيحطها له تاني، خبطت في لعيب النادي الاهلي وردت له تاني في اللحظه اللي الشناوي لما حطها بطن رجله. الشناوي عمل ايه؟ راح ناحيه اليمين ورجع تاني لما الكره خبطت في لعيب في رجل لعيب النادي الاهلي، فجات له تاني قام لافف وعامل ايه وشايط على طول. في اللحظه الكره في كسر من الثانيه الشناوي ما شافش فيه الكوره، عشان كده لو خدت بالك يا كابتن هتلاقي في تاخير سنه في التعامل مع، يعني الشناوي بيتعامل مع كوره كانت الكوره ايه، هي صعبه جدا، هي صعبه جدا بس يعني بس الشناوي بص يعني قدرات الشناوي والفتره اللي الشناوي ماشي ما شاء الله بيأدي بشكل كويس قوي، انا متاكد لان انا متابع كويس قوي وعدت الجون كتير قوي اتفرجت عليه كتير جدا النهارده عشان طبعا بعد ما بعد ما الماتش خلص انا عدت الجون تاني وقعدت اجيبه على عشان تقيمه يا كابتن عشان اشوفه طبعا فهي طبعا ما انا ما بقولش جون غلط الشناوي، كره صعبه طبعا بنشرح دايما قدرات الشناوي والاداء اللي بيأديه الفتره الاخيره دي مع النادي الاهلي. انا ما بعتبرش ما فيش حاجه صعبه على الشناوي، يعني اي حاجه صعبه ممكن الشناوي يعني يتعامل معاها. كان متوقع ان حد يعمل بلوك، يعني انا من الطبيعي ان في الوقت ده ان هو الراجل مش هيلف بسهوله ويبقى فيه بلوك عليه، فده جزء اللي حضرتك بتتكلم عليه جزء من الثانيه ده جزء المفاجاه اللي هو ما حصلش ضغط والكوره طلعت بشكل طلعت صعبه جدا وسريعه قوي جدا جت في سقف العارضه ونزلت، يعني فهي صعبه، هي كوره صعبه. انما انا بقول لحضرتك في يعني الشناوي الفتره الاخيره عودنا ان بتبقى الحاجات الصعبه دي الشناوي بيتعامل معاها بشكل كويس قوي. كان ليك تعليق على قفشه، لان قفشه اكتر من اكتر واحد بيلمس الكوره وهو همزه الوصل بالنص الملعب والفراوده. انا يعني دايما بقول ان قفشه وجوده في الملعب بيبقى هو يعني حلقه الوصل بين نص الملعب، وهو اكتر لاعب في الملعب بيلمس الكوره. نعم. هو صانع العاب صحيح، فدايما هتلاقيه بينزل يعني وقت ما الكوره بتبقى مع خط الظهر او مع نص الملعب بتلاقيه هو بينزل عشان يعمل ايه، عشان يستلم. ولما بيستلم بيلف وهو بيلاعب برضه الناس اللي قدام، بيلاعب الفرد اللي قدام او كهرباء او الراجل اللي بيلعب ناحيه الشمال او ناحيه اليمين، فهو دايما بيلمس الكره كتير. احنا النهارده يعني فقدنا شويه الاستحواذ في نص الملعب، كانوا هم مستحوذين اكتر في نص الملعب، فدي راجعه بقى ممكن يبقى صانع الالعاب ده مش موجود، فيعني دايما بيوزع اللعب، فقفشه كان ممكن يبقى ينزل بدري شويه. انا متفق معاك ان وجود قفشه كان مهم، ويمكن حتى من خلال ضيوفنا بنتوقع مثلا مين اللي يبدا، فكان كل المتوقع ان قفشه موجود. بص احنا بنتكلم واحنا طبعا يعني قاعدين وبنتكلم بالراحه، طبعا موسيماني ليه كل الاحترام طبعاً، والتشكيله التشكيله اللي شايفها كان ليها سيناريو معين، يعني هو دايما بيفكر سيناريو معين هيحصل في المباراه، من خلال السيناريو ده هو بيحط تشكيلته تمام. اللي شويه التاخير شويه في التغييرات مع وجود علامات استفهام على بعض التغييرات شويه، تاخير في التغييرات شويه في وقت من الاوقات، كان يعني التغييره الاولى كان مفاجاه شويه ان يخرج بواليا وكهربا وينزل عمرو السوليه ونزل عمرو وقفشه، عمرو السوليه وقفشه خرج بواليا وكهربا ونزل اكرم لا ونزل عمرو السوليه وقفشه مظبوط. فدايما بنقول ان النادي الاهلي بيلعب على الاستحواذ، بيلعب على قفشه بشكل كويس قوي، فكان دور قفشه كان مهم يبقى بدري شويه، دي نقطه وانت اتكلمت فيها. الجزء الثاني ايمن اشرف كمان، لو انت خلاص ايمن اشرف ضامن ان هو بقى كويس كان ممكن حتى محمود وحيد يادي الشوط الاولاني، لكن ايمن يبقى بدايه من الشوط الثاني. كل ده بنتكلم على من بعد المباراه، من بعد ما شفنا المباراه، لكن دي دروس مستفاده بقى، يعني حتى انت وانت كمدرب واشتغلت كتير جدا مع النادي الاهلي وخدت بطولات، بعد المباراه يعني تفتكر لنا مباراه انت رجعت فيها نفسك وقلت لا ده كنا لازم نشتغل كذا وكذا وكذا، مباريات بتبقى دروس للمستقبل يا كابتن طارق. مفيش شك يا كابتن، ما احنا كل في مباريات كتير جدا بتبقى بالنسبه لنا يعني ما بنعملش فيها افضل حاجه، يعني في مباريات كتير جدا افتكر لنا كده مباراه وقعدت انت جهاز مع اللاعبين، لا المباراه دي تبقى يعني بوش للقدام، يمكن مباراه على مستوى النتيجه كانت مباراه على ملعبنا. انا فاكر كانت ملعبها في الجونه، كانت مع كابتن محمد يوسف كان وقتها مدير فني 2013. البطوله دي كانت اخر بطوله خدناها قبل ما ناخد البطوله اللي فاتت دي 2020 او 2021. البطوله احنا كان لعبنا اول مباراه مع الزمالك تعادلنا فيها 1-1، وتاني مباراه كنا بنلعب اورلاندو بايرتس، المباراه دي خلصت 3-0 ليهم عندنا في استاد الجونه هنا في مصر. خسرنا 3-0. المباراه دي احنا طبعا كنا بنلعب بالنهار، وكنا بنلعب برضه كان الجو حر، وكنا بنلعب تقريبا في رمضان
توقيت مش معتاد عليه. كانت توقيت صعب شويه وتقريبا برضو يعني المباراه دي كان احنا كجهاز بنقعد كلنا قبل المباراه وبنشوف التشكيل اللي يلعب وحاجات في حاجات كده برضو. فتقريبا انا يعني برضو مش فاكر كويس, بس انا فاكر كويس قوي ان احنا قعدنا كتير قوي يعني برضو احنا زي ما حضرتك قلت لك كابتن هاني احنا بنقعد من قبل المباراه وبنحط سيناريوهات كتير قوي للمباراه. طب التشكيل ده لو لعب, طب لو حصل كذا هننزل بكذا, طب فلان كان حتى وقتها كان موجود ابو تريكا وكان موجود طبعا اللعيبه كلها كانت موجوده. وانا مش فاكر كويس قوي ان في بعض الافراد في الجهاز الفني كل واحد بيقول وجهه نظره وفي الاخر استقرنا على التشكيل. استقرت على التشكيل والشوط الاول احنا جالنا يعني ضيعنا ضربه جزاء وليد سليمان ضيع ضربه جزاء بس كنا خسرنا واحد, وشوط ثاني هم جابوا جونين. فعلى ما بدانا نغير في شوط ثاني ما لحقتش الوقت كان عدى وخسرنا المباراه 3-0. فبعد قعد المباراه دي احنا انا فاكر كويس قوي ان جه قعد معانا الكابتن حسن حمدي وكابتن خطيب, وهي بقى دي اللي بقول لحضرتك عليها اللي في بعض الاوقات بيقابلك مرحله صعبه, والمرحله الصعبه دي لما بتعديها احنا خدنا البطوله دي طبعا. بس انا بقول دايما ايه في دروس مستفاده. خلصنا المباراه دي بعد ما رجعنا من الجونه قعد معانا, كان عندنا مباراه مهمه جدا بره ملعبنا مع ليوبار وكان لازم نكسب عشان نفضل مكملين عشان تبقى موجود لان احنا لعبنا ماتشين, الماتشين اعتبرهم على ملعبنا, الزمالك تعادلنا 1-1 وخسرنا على ملعبنا 3-0. خلاص المباراه اللي راحه لازم تكسب. المباراه الثالثه تروحت تعادلت او خسرت انت تبقى بره المجموعه خالص, يعني تبقى لعبت ثلاث ماتشات ببونت او ثلاث ماتشات باثنين بونت هتبقى الموضوع صعب ولسه بقى هتخرج على ملعبك بعد كده. فروحنا المباراه دي كسبنا المباراه دي 1-0, بس كان الاداء بتاع اللعيبه اداء مختلف تماما, رغم الملعب كان وحش جدا وبنلعب برده في اجواء حر جدا عن اللي حصل في اورلاندو بالظبط. بس احنا ركزنا قوي بقى ويعني خلاص بقى احنا هنخرج بره البطوله. فالوضع كان مختلف تماما, كسبنا المباراه 1-0 بهدف وليد سليمان كان عاملها له ابو تريكه, ورجعنا بعد كده انا فاكر كويس باورلاندو تاني سوري بليوبار تاني عندنا في مصر, في المباراه الاخيره الثالثه بتاخدها تاني بترجع تاني مظبوط كسبناها عندنا 2-1, فبقى عندنا 7 بونت. بعدها لعبنا الزمالك كسبنا الزمالك 4-2 في الجونه برده بقى عندنا 10 بونت صعد. ورحنا اخر مباراه تعادلنا مع شو بقى المباراه الاخيره كانت مع مين يا كابتن هاني؟ مع الفرقه اللي كسبتنا 3-0. واحنا بنلعبها بقى هناك الوضع مختلف تماما, تعادلنا معاها 0-0 هناك وكنا افضل منها بكتير جدا جدا, بس مركزين قوي. هو ازاي هو في مباراه النهارده تحفظ امام سيمبا لما لعب ثلاث مدافعين؟ كان في تحفظ شويه طبعا, تحفظ كان في تحفظ شويه, كان في داعي لهذا التحفظ؟ ما هو ده باعتبار انه الفرق اختلف مستواها, ان النهارده بتلعب برضو فريق قوي مش زي الاول, يعني هل التحفظ ده كان في محله فعلا كابتن طارق؟ بص التحفظ ده ممكن يبقى في محله لو النتيجه ماشيه زي ما انا عايز. يعني انا بسير المباراه بالشكل اللي انا مرتضيه, يعني خلاص المباراه لو انا حتى مش طبعا في المكسب والنتيجه ماشيه درون, وان الدرون بالنسبه لي برضو مش حاجه ملعب هو السيناريو زي ما بقول لك هو سيناريو بيبقى محطوط طبعا. يعني فالسيناريو بس كابتن بقى هنا بقى ايه لما يحصل سيناريو يبقى مختلف ليا انا يبقى لازم يبقى في تغيير زي ما التغيير بدري بقى شويه, التغيير تبقى بدري شويه, ما خلاص بقى انا السيناريو اللي انا كنت حاطه ده اختلف انا بقيت خسران, فخساره بقى يبقى لازم انا ابدا اغير حتى بدري بقى شويه. دي دروس مستفاده كابتن طارق, اكيد دي دروس مستفاده ومن الدروس المستفاده هاخد رايك في جزئيه. زمان كنا بنلعب دايما الماتشات الكبيره حتى ماتشات اهلي وزمالك بتبقى الساعه 3 الظهر, تفتكر دلوقتي من المطلوب ان حتى النادي الاهلي او بيلعبوا في البطولات الافريقيه عامه يبداوا يطالبوا ان احنا نلعب, لا ايه المشكله ان احنا نلعب ماتشاتنا الساعه 3 الظهر في وقت من الاوقات؟ دي تعود شويه اللعيبه على احنا دايما بنلعب ماتشاتنا في الدوري بتبقى الساعه 5 الساعه 7 الاجواء مختلفه شويه, من الوارد او من المطلوب في الفتره الجايه النادي الاهلي مثلا يطلب لا انا عايز العب بعض المباريات الساعه 3 لان وارد جدا ان هذا السيناريو يتكرر؟ شايف دي ازاي؟ 100% معاك. خد بالك في مشاكل كتيره يا كابتن هاني بتلعب 2:30 الظهر بس الاهلي ما بيلعبش خالص الظهر, فانا شايف ان النادي الاهلي ممكن يطلب انه يلعب, يعني ايه المشكله لما يلعب 2:30 الظهر مباراه مبارتين ثلاثه في السنه ما فيش فيها مشكله, بس حتى يتعود انه ممكن يلعب برضه بالنهار. هو الظهر مش خد بالك الظهر عندنا في مصر مختلف يعني انا عارف مكان. بس برضه بتلعب بالنهار خد بالك, يعني بالزبط. فكره ان انت تلعب بالنهار دي غير بالليل, انت حته ان انت تلعب في الاجواء اللي انت ممكن يعني حتى لو بالنهار يعني انت ممكن تعود تلعب دايما نفسك. تحت الاضواء يعني فانت هنا انت بره دايما بتلعب بقى في الدنيا مختلفه, حتى انت بتلعب مباراه بالنهار الميعاد الغدا بيبقى امتى؟ برافو عليك كنت لسه هكلمك, يعني ميعاد التغذيه بتاعتك المواعيد بتاعتك بتاع الفطار والغدا بيختلف تماما, بتلاقي اصلا لو انت بقى بتعمل نظام للتاني يوم من يوم المباراه او قبل المباراه بيوم بتلاقي مختلف خالص, لما بتلعب مثلا الساعه 7 بالليل او بتلعب 7:30 بيبقى الغدا الساعه 2:30 او الساعه 3 وبعدين بيبقى في وجبه خفيفه قبل المباراه بثلاث ساعات,
فانما لما بتلعب بقى ساعتين ونص بيبقى غدا اصلا الساعه 11 فهتلاقي الدنيا مختلفه، اليوم مختلف خالص، اليوم مختلف كمان، حتى النوم، حتى النوم مختلف، وحتى حتى كمان الجسم ساعات يقول لك لا انت يعني كتير قوي يقول لك اتمرن في ميعاد المباراه. ليه اتمرن في ميعاد المباراه؟ الناس بتاخدها علشان الاجواء، لا كمان علشان التكيف. الجسم التكيف، التكيف بتاع الجسم. لكن طبعا انت واخد وكنا بنعمل كده في ماتشات كتير، حتى في المانيا كنا يعني قبليها بثلاث ايام بنعيش نفس يوم المباراه. بالزبط. ان جسمك يحس ان لا يعني ده مش وقت النوم، مش هتلاقي الخمول موجود. ايوه بالظبط، هتلاقي جسمك فريش، حتى رياكشناتك هتبقى اسرع. فانا انا انا يعني اعتقادي ان ممكن النادي الاهلي يطلب ان هو يتلعب مبارياته اللي جايه مباراتين ثلاثه بس ياخد طبعا ياخد المود نفسه. وبالذات كمان ممكن يبقى يعني انا اعملها يعني طبعا المباراه الافريقيه بتبقى متحدده طبعا قبل ما انا قبل ما انا العب مباراتي مع سيمبا مثلا، يبقى انا عارف ان انا هلعب هنا في مصر، يبقى اخر مباراه بتتلعب لي يبقى تلعب مثلا في نفس الاجواء دي او في نفس التوقيت، يعني الساعه 3 الساعه 2 ونص، عشان ما اجيش برضه العبها مثلا قبلها بفتره كبيره وبعد كده يبقى انا لعبت. احاول ان انا اعمل المباراه دي قبل مباراه سيمبا مثلا، يعني اخر مباراه الاهلي لعبها هنا في مصر قبل ما يسافر. طبعا الاهلي ما لعبش لما رجع حتى من كاس العالم، لانه كان عنده مباراه المريخ وبعدين سافر على طول. انما دي ممكن في يعني تبقى بعد كده كابتن في يعني تبقى في الاعتبار، يعني في الاعتبار. تقصد كابتن طارق انه هنا الشق البدني ممكن يكون اهم حتى من الفنيات في المباريات اللي زي دي؟ انا شايف ان النهارده يعني لما فرق موسيماني لما فرق موسيماني لما لعب بثلاثه ديفندرات هو النهارده كان واضح جدا انه الجو حر وعنده ثلاث ديفندرات بيجروا كتير، سواء اكرم توفيق او ديانج او حمدي فتحي، فعشان كده هو قال لك كان محتاج ناس تجري في الملعب النهارده. اصحاب الخبرات ليه ما يعني ايمن اشرف عمرو السوليه ليه بص ليه تفتكر ليه موسيماني يعني ما اعتمدش عليهم في مباراه برضه مهمه؟ بس في تفاصيل احنا ما نعرفهاش صدقيني. انا بسال وجهه من وجهه نظر حضرتك، انا ما اعرفش تفاصيل ايه يعني. انا وجهه نظر، ما انا بقول لك يعني لما نسال عمرو السوليه ما لعبش ليه النهارده، ما دي حاجه غريبه، بس انا ما اعرفش يعني في حاجات انا ممكن ما ابقاش عارفها، زي موضوع ايمن اشرف ممكن يبقى في اجهاد عند، انا عرفت ان ايمن اشرف كان عنده الخلفيه يعني بس تعافى وكان بيأدي التدريبات وكان دايما بس يعني دايما بتبقى رؤيه، يعني دي رؤيه مدير فني نختلف نتفق معاه، بتبقى رؤيه وحضرتك عشت الكلام ده وبتبقى فيه نقاش يعني كل الامور. بنحترم طبعا رؤيه الجهاز الفني، واحنا زي ما بنتكلم ان احنا بنتكلم بعد الماتش من حقنا نقول ده كان كذا كان لعب بكذا، لكن الرؤيه الفنيه دي اكيد للجهاز الفني واكيد ان احنا بتحترمها. لكن انت عشت الكلام ده كابتن وعارف ان انت نفسك يعني هاخدها على كابتن طارق سليمان، بيبقى عندك سيناريو حتى للمركز الواحد، مركز حراسه المرمى، يعني ممكن جدا بتقول للشناوي لا احنا هنشتغل اول ربع ساعه بالمنظر ده، او ممكن وقت من الاوقات تقول له شناوي في الوقت ده لازم نهدى شويه ولازم نهدي، او لازم تعمل بوش للعيبه اللي قدامك. فالسيناريو مختلف عن طبعا توقعاتنا احنا دايما في المباريات اللي بره دي. بيبقى انا دايما اقول للحارس عايزين يعني اول ربع ساعه بس تعدي، يعني اول ربع ساعه، لان تعرف بيبقى دايما ضغط الجمهور وحماسهم في البدايه، فمحتاج ان انت تعمل ايه؟ يحصل بس امتصاص، امتص بس الحماس ده بالزبط. سواء حماس اللعيبه في الملعب او حتى المدرجات، فمحتاج يبقى في امتصاص طبعا، يبقى تبقى هادي جدا جدا، ما بقاش فيها بقى اي يعني ما بقاش في لخبطه بقى بين سواء بقى الخطوط مع بعض. اول ما تعدي ربع ساعه بص تلاقي الدنيا بقت هاديه جدا، تبدا انت بقى تنظم نفسك وتبدا تشتغل وتحس ان المباراه على ملعبك. بس انت مجرد بس، انما لو انت اول ربع ساعه دايما لو ما كانش فيها تركيز عالي وكان فيه هدوء مع التركيز ممكن يحصل لخبطه ويجي فيك جون فتعمل قلق شويه وبتبص الدنيا تبدا تهرب، المباراه تبدا تهرب منك. انما دايما ده لازم يتقال سواء من الجهاز الفني او من مدير الكوره او حتى من اللعيبه مع بعضها في الملعب، ممكن يحصل خطا، ممكن يحصل فرصه تضيع، فبرضه لازم اعمل ايه؟ ابقى هادي جدا. ودايما الشناوي دلوقتي كمان ده كابتن فرقه مظبوط، فدوره مهم جدا جدا ان هو دايما وسماته الشخصيه كمان فرقه معاه يعني وثباته. دايما نتكلم في الجزئيه دي، عايز اخد راي حضرتك يعني في المجموعه والسيناريوهات المتوقعه بالذات في الاهلي، وانت كمان النهارده يمكن فيتا فاز على المريخ باربع اهداف لواحد طبعا هو ثلاثه دلوقتي ثلاث نقاط، سيمبا ستة، انت في المركز الثالث والمريخ بقتي في المركز الرابع، ده في مجموعتك. عايز اتكلمك في ده عشان نرجع بعد كده بقى، عايز اخد راي حضرتك في تراجع اتحاد الكره عن فكره استقدام حراس اجانب.
تراجع يعني ولا لسه؟ تراجع خلاص. تراجع خلاص. تمام. قرار بصراحه انا لسه اول مره اعرف دلوقتي. لا من امبارح. لا والله انا معلومه. شكلك مبسوط جدا. طب كلمني بس الاول عن السيناريوهات المتوقعه. طيب هو طبعا ما فيش شك ان الجوله اللي جايه سيمبا هيلعب مع المريخ وفيتا كلوب هيلعب مع النادي الاهلي، بس انا ما اعرفش سيمبا هيلعب في 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 السودان ولا هيلعب عنده في. انا مش هنقول لك يعني هقول لك المعلومه الحاليه. فالنادي الاهلي هيلعب مع فيتا كلوب ان شاء الله باذن الله. الاهلي يكسب يبقى 6 نقط باذن الله يعني ان شاء الله. ده ان شاء الله متوقع يعني. ما هو الاهلي لازم يكسب يعني، مهم جدا انه يكسب لان اي نتيجه غير المكسب هتصعب قوي قوي. المريخ وسيمبا في السودان، هيلعبوا في السودان. السودان كده الى حد كبير ممكن يبقى هو بره الموضوع. طبعا يبقى هو يعني من المجموعه كده في 3 فرق بينافسوا دلوقتي. هيبقى في ثلاث فرق دلوقتي. فيتا كلوب بعد مكسب النهارده داخل بشكل كبير جدا. وعشان يخسر اول مباراه على ملعبه كان طبيعي ان الموضوع صعب عليه قوي. فانه يخرج النهارده ويكسب المريخ في السودان 4، فدخل تاني المنافسه طبعا. صح. مفيش كلام. دخل منافسه بشكل قوي جدا. فجاي النادي الاهلي، جاي النادي الاهلي هو كسبان 4، فبرضه هيبقى عنده معنويات وهي فرقه كويسه. وعلى ملعبهم كمان يا كابتن هاني، انت حضرتك عارف الملعب هم نجيل صناعي. احنا لعبنا عليه السنه قبل اللي فاتت، ملعب نجيل صناعي وملعب يعني الكره يعني برضو ملعب النجيل صناعي حتى النجيله مش عاليه، لا ده النجيله منحوله خالص، فالكره عليه بتطب وبتعلى عالي جدا، ليها استعدادات معينه طبعا. فموضوع متعب يعني، مش هيبقى مباراه سهله هناك. فمهم قوي ان احنا هنا ان احنا هنلعب المباراه دي، وبعدين هنعمل ايه؟ هنروح لهم، هتلعب مع فيتا كلوب هنا وبعدين تروح لهم هناك. فمهم جدا ان شاء الله باذن الله يبقى في مكسب هنا عشان قبل ما تسافر هنا. طبعا ما انت المباراه اللي بعدها على طول هتروح تلعب فيتا كلوب. فالموضوع لازم من هنا ان شاء الله باذن الله. من هنا. طبعا صح. فهي لازم مجموعه يبقى انت عندك حساباتك حاسباها. طبعا ممكن يحصل متغير، بس المتغير ده برضو يبقى لا، في ماتشين على ملعبك هنا لسه، لازم ماتشين دول ب6 نقط عشان تقدر تنافس وتخش. فانت عندك الماتش الجاي فيتا كلوب، وكمان جاي لك بعد كده سيمبا. فالماتشين دول المفروض انه يبقى مع الماتش المكسب 9 نقط. طالع بقى انت لسه هتطلع تخسرش بقى بره، ما تخسرش بره او تكسب مباراه. بالظبط. تكسب مباراه بره يبقى انت خلاص انت اول مجموعه يعني. اول مجموعه ده، وممكن على فكره جبت 9 بونت او 10 بونت تبقى اول مجموعه، انما لسه المنافسه دلوقتي بين 3 فرق، فيتا كلوب وسيمبا. سيمبا دلوقتي 6 بونت وسيمبا هيروح له المريخ، خد بالك يعني. حتى لو هيلاعب الماتش الجاي لو خد بونت بره او كسب بره هيبقى فرصه كبيره جدا، لانه المريخ رايح له بالشكل اللي هيقابل المريخ في السودان وهيرجع المريخ يروح له هناك على ارضه. بس كابتن بالشكل اللي احنا شفنا فيه سيمبا النهارده هيكسب ماتشات على ملعبه يعني، هو كسبان فيتا كلوب بره. يبقى سهل جدا يقدر يكسب على ملعبه ويقدر يكسب المريخ على ملعبه. يقدر يكسبه على ملعبه، فممكن ياخد 6 بونت برضه سيمبا. فممكن سيمبا يبقى 12 بونت في الماتشين اللي جايين، سواء المريخ في السودان او المريخ في تنزانيا. فعشان كده بقول لحضرتك ان احنا مهم قوي ان النادي الاهلي، مهم جدا جدا ان النادي الاهلي يكسب المباراه اللي جايه. واهم حاجه نبص لنفسنا يعني، احنا الحسابات دايما اقول لك اكسب انت ماتشاتك، ما تبصش للماتشات. طبعا كل ديت الحسابات ديت يعني حسابات احنا بنتكلم فيها، لكن بس اعتقد اللعيبه والجهاز الفني اكسب ماتشاتك ان شاء الله كلها على ارضك. مش بقول لك عندنا ماتشين نكسبه ان شاء الله ونكسب بره ماتش يبقى 12 نقطه خلاص. بالظبط. احنا ندور ان احنا نكسب. انما المجموعه هتبقى فيها 3 فرق دلوقتي بينافسوا، كان يعني لو فيتا كلوب ده مثلا. كنا بنتكلم على الفرقتين قبل ماتش النهارده، كنا بنتكلم على الاهلي وسيمبا. كنا بنتكلم الاهلي وسيمبا. دلوقتي دخلت عشان الخساره. عشان خساره النهارده، لان الخساره بتفرق جدا. اصل الماتشات مش كتير، عدد المباريات مش كتير، انت بتتكلم في 6 مباريات، فالسته دول عدد قليل. فعشان كده انت مثلا ما تلعبش مثلا 20 مباراه فهتلحقي تعوضي. لو في خساره مباراه او تعادل مباراه، لا هنعوض، لسه الماتشات كتير. الدوري طويل 34 مباراه، فلما يحصل تعادل يحصل اخفاق في مباراه مفيش مشكله. انما احنا هو 6 مباريات، في 6 مباريات دلوقتي في 3 فرق، ويبقى الصعوبه ان فرقه تقع من بدري، فيبقى معروف ان الفرقه دي اي فرقه هتكسبها. ايوه. فبتعليها. فعشان كده المجموعه مش هتبقى سهله يعني. مش هتبقى سهله. لا طبعا. عشان برضو ده برضو ردا على الكلام اللي كان بيقول لك فكرتني سهله دي بالمجموعه، انتوا مجموعتكم سهله. مفيش الكلام ده في الكوره. مفيش الكلام ده. اختلف الموضوع ده، اختلف في طبعا. كل نيه ثانيه. طبعا سيمبا احنا شفنا سيمبا النهارده فرقه بتلعب كوره، فرقه كويسه جدا. فيتا كلوب فرقه كويسه. فيتا كان مفاجاه. طبعا يعني لا فرقه فيتا مفاجاه بالنسبه لنا الحقيقه. لا مفيش فرقه سهله، مفيش حد يقول لك ان انا مجموعتي سهله. الكوره مفيش حاجه سهله. صح. الكوره عطاء وكوره مجهود، تبذل مجهود. النهارده انت يعني هي النتيجه موجوده يعني، النادي الاهلي وثالث عالم
والنهارده بيخسر من وارد وارد في كره القدم كل النتائج. صحيح صحيح، عشان كده بقول لك مفيش حاجه سهله. نعم. طيب نروح للسؤال، يمكن اللي سالته سام كان انت اول ما قلت لك رد فعلك كنت مبسوط قوي. انا اتكلمت كتير يا كابتن، انا عملت بص يعني انا قعدت يعني استقبلت الاول ازاي الخبر وكان رد فعلك ايه، لما عرفت الموضوع لما عرفت ان انا كنت زعلان جدا زعلان جدا من القرار، لان القرار ده بيضر بالانديه وبيضر بالولاد اللي موجودين دلوقتي في مصر وبيضر بالمنتخبات وبالذات المنتخب الاول. وانا كان عندي مبرر، انا كنت بقول الكلام ده وعندي مبرر اللي انا بقول الكلام ليه. انا قلت ان احنا في جاي علينا سنه من السنين تقريبا 2008 او 2009 كان عندنا 16 حارس مرمى اجنبي في مصر، منهم النادي الاهلي كان عنده حارس مرمى اجنبي، حضرتك طبعا يعني الكابتن رمزي صالح. رمزي صالح هو ما يعتبرش، هو ما كانش معتبر اجنبي بس ما يلعبش منتخب مصر. اكيد تمام. فلما يبقى انا عندي 16 حارس مرمى اجنبي يبقى انا كده طلعت 16 حارس مرمى بره اختياراتي بالنسبه للجهاز الفني منتخب مصر. مظبوط كده ولا ايه؟ مظبوط. وطلعت كمان مين؟ انا طلعت اهم نادي اللي دايما يعني على مر التاريخ هو اللي هو حارس الاهلي، حارس الاهلي وحارس منتخب مصر. صح. والسنين اللي بتقول الكلام ده مش انا اللي بقوله. أيوة أيوة أيوة. يعني شوفي كده ارجعي كده اخر 40 50 سنه الوحيد اللي كسر القاعده دايما انا بقولها كابتن نادر السيد، هو اللي لعب يجي 10 سنين منتخب مصر اساسي بره الاهلي. انما على مر التاريخ هتلاقي بقى كابتن ثابت البطل الله يرحمه، كابتن اكرامي، كابتن احمد شوبير، عصام الحضري، وطبعا قبلهم بقى كمان من كان انا ما وعاش للاجيال اللي قبل كده كلهم النادي الاهلي. نعم. فلما يجي النهارده انا اطلع، اما يجي النهارده يفتح احتراف حراس مرمى ويجي طبعا خد بالك بقى احنا ممكن نجيب حراس مرمى من بره ب 15000 دولار و 20000 دولار و 30000 دولار، يعني هتلاقي الكلام ده، يعني الانديه هتستسهل هتقول لك طبعا هتلاقي بالظبط هتلاقي كتير يعني. فانت هتلاقي عندك وارد ان يعني انا بقول دايما قلت الكلام ده وهقوله في قناه النادي الاهلي ان ممكن النادي الاهلي بقى مش احنا وارد يحصل اي بعد سنه بعد اثنين بعد ثلاثه النادي الاهلي لما يلاقي ممكن يجي النادي الاهلي يجيب او نادي الزمالك. فانت كمان بقى اهم ناديين اللي بيلعبوا في افريقيا ولعبوا تحت ضغوط وبيلعبوا منافسات قريبه جدا من منافسات منتخب مصر ما تلاقيش فيهم مصريين، ما تلاقيش فيهم حارسين مصريين. اه فتبقى مشكله كبيره جدا. وانا قلت ان انا ممكن اعمل القرار ده في حاله واحده بس، ان انا بيبقى عندي مثلا خمس ست حراس مرمى محترفين في الانديه في الدوريات الاوروبيه على مستوى عالي. مظبوط. يبقى انا لما اجي اختار حتى لو ما اخترتش من الدوري المصري لا ده انا عندي مثلا عندي خمس ست حراس مرمى بيلعبوا في الدوري الانجليزي تستقدمهم. طبعا في الدوري الانجليزي وفي الدوري الالماني وفي الدوري الايطالي وفي الدوري الاسباني. أيوة فما أيوة. عنديش مشكله. اه زي انا ما عندكش الاوبشن ده مش موجود فين يا استاذه ده. أيوة ده أيوة. في تاريخ مصر ما فيش حد احترف يعني. كان عصام الحضري شويه في سويسرا ونادر السيد شويه من بعد كده ما فيش احتراف حراس مرمى خالص. نعم. فالموضوع بالنسبه لي بقى صعب جدا، زائد انا عندي كمان اجيال طالعه. الاجيال اللي طالعه دي كابتن طارق طبعا ده الاهم. انا عندي اجيال طالعه دلوقتي واثبت وجودهم بشكل كبير جدا واجيال صغيره في السن. عندي عمر رضوان دلوقتي انا بعتبره من افضل حراس مرمى موجودين في الدوري المصري اداء ما شاء الله، فرق جدا جدا مع فرقته في اسوان. عندي محمود جاد مع انبي ولد مميز جدا. عندي محمد صبحي في الاتحاد معار من الزمالك. عندي في النادي الاهلي عندي حراس مرمى شباب طالعين، عندي حمزه ومصطفى شوبير واحمد طارق لو كان هيطلع اعار او هيكمل في النادي الاهلي. فانا عندي زائد بقى كمان ان عندي حراس مرمى برده موجودين في محمود الزنفولي بيأدي بشكل كويس قوي مع البنك الاهلي الفتره اللي فاتت. حراس مرمى كتير عندي احمد مسعود يا كابتن هاني مع المصري طبعا الهاني سليمان احمد مسعود هايل مع المصري ما شاء الله. بالظبط. عندي الهاني سليمان عامل موسم كويس. عندي حراس مرمى كتير. فانا بقى كل ده ممكن في قرار في جره قلم كده تلاقي الدنيا ما بقتش حلوه خالص صدقيني والله. انا كنت عددهم بس انا لو احنا هنتكلم في الموضوع كنت انا 16 حارس مرمى ده حقيقي 16 نادي 16 نادي في مصر كان عندهم حراس مرمى اجانب. فكان الموضوع طبعا هيبقى صعب. فعشان كده انا سعيد جدا جدا بالقرار ده وبحيي طبعا اكيد المهندس احمد مجاهد على انه القرار ده. انا كنت انا عرفت ان اللي كان واخد القرار ده اللي كان توصيه رؤساء الانديه توصيه من رؤساء الانديه. بالظبط. فانا سعيد جدا جدا بالقرار ده وبحيي المهندس احمد مجاهد على القرار ده. تجربتك مع البنك الاهلي ايه ايجابياتها وسلبياتها؟ طيب احنا طبعا احنا مشينا بقالنا اربع ايام من البنك الاهلي طبعا المدير الفني طبعا الكابتن محمد يوسف واشتغلنا مع البنك الاهلي ثلاث اسابيع يعني احنا بدانا مع البنك الاهلي ثلاث اسابيع مع اللعيبه اللي كانت مصعده الفرقه للممتاز واخترنا منهم سبع لعيبه يعني هم دول اللي احنا اخترناهم كان منهم من ضمنهم حارس مرمى احمد صبحي. وبدانا طبعا ايه نبدا نجيب لعيبه بقى يعني واحنا شغالين كده بدانا نجيب لعيبه لدرجه ان في مثلا لعيبه كتير جت قبل الموسم ما يبدا بثلاث اربع ايام زي محمد المسناني من تونس زي محمود الزنفولي من الاتحاد حارس مرمى زي معروف يوسف كان وقتها في المقاولين برده جبناه قبل الدوري ما يبدا بثلاث اربع ايام
بدانا الموسم ولحد ما احنا مشينا على فكره احنا ما كناش عاملين يعني شكل كويس قوي. احنا عاملين نتائج صعبه جدا يعني مميزه جدا يا كابتن هاني مع فرق. احنا متعادلين مع النادي الاهلي، متعادلين مع بيراميدز، متعادلين مع الاسماعيلي في الاسماعيليه، متعادلين مع سموحه في سموحه 2-2، متعادلين مع المصري، متعادلين مع القناه، كسبانين الانتاج الحالي. هي مشكلتنا كنا عايزين مكسب مباراه، احنا خسرنا اربع مباريات. التعادلات كتير اثرت شويه، تعادلات كتير بس مع فرق كبيره، مع فرق كبيره احنا طبعا. الماتشات اللي خسرناها كنا ممكن نكسب منها ماتشين او ماتش كان يفرق معانا جدا. يعني احنا اخر مباراه كابتن هاني بنلعبها، ودي المباراه احنا بسببها احنا مشينا. يعني المباراه دي احنا لحد بعد ربع ساعه بالظبط طلب منها لعيب ربع ساعه. فتخيل النادي لعبته ب 10 مع فرقه بتعمل استحواذ. أيوة فرقه أيوة كبيره. يعني فرقه اصلا اهم ما يميز فرقه المقصه هي الاستحواذ، فبتعمل استحواذ بقى على فرقه بتلعب 10. واحنا كمان يعني احنا بس مش النادي الاهلي او مش فرق يعني معلش، والنادي الاهلي ممكن يلعب ناقص بس يعني يقدر. هي دي الفكره اللي هكلمك عليها، ان ليه يعني رغم انا في اعتقادي عملتوا نجاحات كويسه قوي مع البنك الاهلي، كان ظاهرين لغايه قريب كنتوا في وسط الدوري والشكل كان كويس، ليه المشوار دايما والادارات بتيجي في النص وتبقى يعني بتقف عند نقطه معينه؟ طموحات اكيد البنك الاهلي ان هو يبقى في الدوري المصري بالظبط. ف يعني مع احترامي طبعا لكل الادارات، لكن انا كان وجهه نظري ان كنتوا ماشيين بشكل اكتر من رائع. سقوط ماتش او اتنين مش ده اللي يقيم جهاز فني. احنا عارفين الكابتن محمد يوسف على مستوى عالي جدا، راجل خد بطوله افريقيا، وانت كمان على المستوى اشتغلت مع حراس مرمى كتير عندك خبراتك، فكان اعتقادي الشخصي انه كان لازم على الاقل تكمله كمان الموسم دوت في تارجت انك تقعد. هو ده كابتن هاني التارجت اللي احنا كنا بنشتغل عليه. بالظبط. واحنا على فكره احنا اشتغلنا كويس جدا جدا، ويعني في النهايه هو طبعا قرار بنحترمه طبعا اكيد. ناس على فكره احنا اتعاملنا مع ناس محترمه جدا يعني، اللي هو اشرف نصار واللي هو اشرف طبعا طبعا والعميد حاتم، كل ناس محترمه جدا طبعًا. واي مشكله كانت بتقابلنا للامانه كانوا بيحلوها فورا، ما كانش في حاجه بتتاخر تماما على اللعيبه، اللعيبه ياخدوا حقوقها. ولكن ممكن يبقى الوقت له وجهه نظر، محتاجين وقت شويه، محتاجين وقت. احنا يا كابتن هاني على فكره لعبنا، بص يا كابتن هاني يعني لما النادي الاهلي بيجيب لعيب او اتنين لعيبه شوف بياخدوا وقت قد ايه على ما بيحصل انسجام، ما بيبقاش سهله. تخيل بقى النادي البنك الاهلي جايب 23 لعيب وجايبهم من انديه مختلفه، واحنا لعبنا اربع ماتشات يا كابتن هاني وديه قبل ما نبدا الدوري. مفيش فتره اعدادي، مفيش يعني بقول لحضرتك في لعيبه جايه قبل الدوري ما يبدا بثلاث ايام، ولعبت اساسيه على فكره يعني بدات الموسم. فالموضوع كان محتاج وقت شويه. يعني الماتشات اللي احنا لعبناها دي خد بالك انت عشان تبدا بقى كمدير فني تحط ايديك وتبدا بقى تعمل تختار مثلا اتنين لعيبه ناحيه اليمين وناحيه الشمال، وخد بالك الماتشات بتكشف اللعيبه شويه. طبعا وانت بتلعب ماتشات وديه او بتتمرن عكس الماتشات الرسميه تماما اكيد. فلما بتيجي انت تلعب بقى 10 ماتشات وديه وتبدا تكتشف لعيبه كويسه او لعيبه عندها لا ما تقدرش تلعب اساسيه، لا لعيب يلعب ربع ساعه بس، لا لعيب ما يلعبش خالص، لا في احنا مش كل لعيبه يعني هتبقى. فهنا بقى احنا بنبدا نحط ايدينا على كل العناصر اللي تقدر تلعب من بدايه المباراه، اللي يلعب نص ساعه، اللي يلعب شوط، اللي ما يلعبش خالص، على حسب القماشه اللي عندك طبعا. فاحنا نيجي يعني احنا كنا ماشيين كان تحتينا وادي دجله، تحتينا الانتاج الحربي، تحتينا الاسماعيلي، ودي فرق كبيره، والمقاول عرب فرق بينه بنت واحد، مكسب واحد يعديك اربع خمس فرق فتبقى في نص الجدول. طلع الجيش كمان تحتيه، وكان طلع الجيش يعني كان في فرق كتير، حتى الفرق بيننا وبينها وبنت واحد مش كتير يعني. هي بس تجربه مفيده طبعا، يعني تجربه بجميع الاحوال، تجربه أكيد. انا شايفها مفيده جدا. انا طبعًا بالنسبه لي سعيد جدا بالتجربه، سعيد اتعاملت مع ناس محترمه جدا. في النهايه يعني بنتمنى كل التوفيق للبنك أكيد. الاهلي، لان احنا ما شفناش حاجه وحشه ابدا منهم. ناس محترمه طبعا. طبعا محترمين جدا يعني. بمناسبه التجربه، هل ممكن نشوف كابتن طارق سليمان مدربا لحراسه مرمى احد انديه، يبقى احد الانديه في الدوري الممتاز من الاخر يعني؟ في عروض وصلتك يعني يا كابتن تاني يعني اتوز حضرتك الفتره اللي جايه بعد البنك الاهلي؟ اكيد احنا لسه ماشيين بقى لنا اربع ايام. لسه. انما ان شاء الله باذن الله لو يعني في حاجه ان شاء الله بندرسها وبنتوكل على الله يعني بنشتغل. يعني بصي اي تجربه بنشتغل هي تجربه اكيد لها بيبقى لها بعض السلبيات ولها ايجابيات، واكيد احنا بنستفيد من التجارب اللي احنا بنمر بيها سواء. يعني احنا الحمد لله شغلنا في النادي الاهلي فتره كبيره دي بيتعلمنا منه حاجات كتير قوي، بالتالي مش هلاقي ضغوط ابدا 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 في الصعوبه زي النادي الاهلي. كابتن طارق لو هيختار نادي يدرب فيه يختار ايه؟ في انديه كتير عشان يعني مش عايز اختار نادي بعينه، انما في انديه كتير الواحد يشتغل فيها. ما انا اشتغلت في البنك الاهلي لو حضرتك يعني مؤسسه وفي ناس محترمه وكان لسه صاعدين، واحنا رحنا اشتغلنا مع الناس يعني الامانه. لو في مجال للاختيار يا كابتن، انا اشتغلت في انبي قبل كده برضو مع كابتن حسين البدري في 2012 اوائل 2012 قبل ما اجي النادي الاهلي يعني.
فالانديه في انديه كتير جدا كويسه يعني، في انديه مستقره ونادي وانديه هو كل ممتازة. هو كل يوم بنادي كويس جدا سموحه المقصه هو كل الحربي. تجربه يا كابتن وكل يوم اقول العرب يوم في التدريب يعني دي من الانديه خد بالك الانديه بتقول يا كابتن هاني ثاني بقول كل يوم بتقضيه كمدرب في اي نادي ايا كان مع احترامنا لكل الانديه يومك في التدريب انك متواجد في التدريب ده دي خبره وديت اعتقد أكيد. كمان متعه يعني انت خدتني على لساني يعني وانا رايح التمرين والله بقى انا ببقى رايح التمرين ببقى سعيد جدا جدا وانا نازل الملعب متعه يا كابتن هاني الملعب ده مختلف تماما يعني الملعب ده وخد بالك انت كل يوم بتشتغل في الملعب بتتعلم حاجه طبعا طبعا وانا ببقى سعيد قوي لما بشتغل مع حد والحد ده يعني يحصل تطور في ادائه يعني انا على فكره مش عشان والله مش عشان انا مشيت من البنك الاهلي الزنفولي ده لعب كابتن هاني 12 مباراه ما عندوش خطا ودخل فينا اهداف وشال حاجات صعبه جدا بس احنا طبعا يعني خد بالك دايما الناس بتبقى مركزه على الاهلي والزمالك وانما احنا برضو بعيد شويه عن الاضواء انما انا بقول لحضرتك على ارقام انا بحب قوي الارقام بس العين عليكم في الدوري الممتاز يعني طبعًا العين على البنك الاهلي بشكل كبير على البنك الاهلي طبعا زي ما العين على السيراميكا النهارده بالزبط. يعني والانديه اللي صعد سيراميكا طبعا برضو مختلفين شويه عننا يعني برضو ايه يعني حتى في من النواحي الماديه برضو هتلاقي هم برضو يعني بالامانه بعدين هم جمعوا الفكره جمعوا 5-6 لعيبه من نادي واحد فعمليه التجانس بقت بالنسبه لهم اسهل بس دافعين يعني كتير يا كابتن نعم يعني جابوا خمس لعيبه من مقاصد 30 مليون ما هو ده اكيد رقم والبادجت بيفرق وكمان عمليه الوقت فرقت جدا ان هم جابوا تقريبا 5 لعيبه فحافظين بعض في الملعب بشكل كويس طبعا لكن انا بقول لك تجربه كانت يعني تجربه مهمه جدا و يعني دايما الخبرات بتتاخد من خلال التجارب ديت يعني مفيش يعتبر حاجه اسمها فشل في التدريب في تجربه كان موفقه وتجربه غير موفقه يعني انما احنا في النهايه زي بقول لحضرتك احنا ماشيين واحنا يعني احنا مش فرق مش اخير لا طبعا النتائج مش سيئه يعني يعني ممكن نبقى افضل من كده بمكسب واحد بس طيب. يعني مكسب واحد بس بتلاقي الامور احسن من كده كتير بس راضي عن الفتره اللي حضرتك قضيتها مع البنك الحمد لله راضي جدا ولو انها فتره جداً كانت قصيره راضي جدا والله وكل الجهاز طيب. ما قصرناش خالص والله يا استاذ سهام الكابتن محمد يوسف بذل مجهود خرافي والله بجد فعلا احسن كابتن عادل مصطفى كابتن الجهاز كله كابتن عادل مصطفى كابتن سيف عمر يا كابتن هاني كابتن كريم كابتن محمد رمضان كان يعني كان معانا من الجهاز القديم اللي كان موجود السنه اللي فاتت وسهل لنا حاجات كتير قوي في طبعا في البدايات واشتغلنا كتير قوي وتعبنا جدا جدا لان 23 لعيب ده مش حاجه سهله ان انت يعني تشتغل مع 23 لعيب من كل انديه مصر فعشان تبداي تعملي بقى انسجام ويبقى في تناغم بين اللعبه ديت ويبداوا بقى يحفظوا فكر الجهاز الفني بتاخد وقت انما في النهايه طبعا الحمد لله على كل شيء واتمنى التوفيق للكابتن خالد جلال هو اللي مسك البنك كل الاهلي التوفيق لي طبعا مع الجهاز اللي معاه طبعا والتوفيق طبعا اكيد للبنك الاهلي يعني والاداره طبعا الناس المحترمه اللي احنا اشتغلنا معاهم يعني بس هنشوف حضرتك قريب انا حاسه ان شاء الله باذن الله والله حاسه الضحكه دي فيها حاجه بس مش عايز اقول كابتن طارق من المدربين الكبار ومن المدربين اللي عندهم خبرات كبيره جدا 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 واكيد اي نادي يتمنى وجودك يا كابتن طارق معاه في الجهاز الفني زيك زي الكابتن محمد يوسف زي الكابتن عادل مصطفى وكل الجهاز الفني جهاز محترم جدا تجربه خدت منها الايجابيات وان شاء الله بالتوفيق في التجربه اللي جايه ان شاء الله باذن الله طبعا وسعيد ان انا كنت مع حضرتك ومع الاستاذ سهام شكرا واكيد طبعا في البيت الكبير اللي هو بيتنا كلنا ودايما الواحد وهو جاي والله قناه الاهلي ببقى سعيد جدا ان انا جاي قناه النادي الاهلي واحنا مختلف كمان عن اي حاجه ثانيه يعني حبيبي شكرا جزيلا دايما بنستمتع بوجود حضرتك في البيت الكبير احنا بنشكركم مشاهدينا